دي بصراحة عايزة تقلي باب الراحة زي الباشا من كالكا وهالي وانا مالي انا عارف انا دادي مش للدرجة دي وفي ناس بتنادي باشا حلو رجعينا دنيا بيبي رجعينا دنيا نونا كنت قطعت على عيبي اني من جوايا فل انا جاي في هزار ودلع والهم خلع مش طالبة وجع في دماغي لسه زي ما انا المشاكل واقفة الصف اللي جوه هو هو ما تدلعش نف انا عايز حد يطبطب لي حد معلش انا عايز حد يروقني ويرش دلع الوش انا عايز حد بس جوني دلعوني ماشي رقصوني تحرقوا تماسي كلموني لو هتبسطوني غير كده انا اعمل فيها ناسي اللي يهدي ما يجيش جنبي واللي يودي دي واجب عندي ودي 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 ودي, ودي, ودي نفسيتك تعبانة خلي علي انا خلصانة مش عندي الحل انا يا خسارة فهشوف دلع علينا احنا الاتنين انا عايز حد يطبطبني حد معلش انا عايز حد يروق انا عايز حد يطبطبني حبت معلش انا عايز حد يروقني ويرش دلع الوش انا اللي بطبطب وبدلع لو حمرة تجلجل وتسمع لو جاتلك ضرع انا مش هرجع اعملها عصير اعملها عصير محسوبك فاهم في الطازة بدلت البذر في علمازة وبريمو في مجالي مش بطرازة ما تقولش لحد ده سر كبير رجعينا دنيا بيبي رجعينا دنيا نونا انا عايز حد يطبطبني حد معلش انا عايز حد يروقني ويرش دلع الوش انا عايز حد يطبطبني حد معلش انا عايز حد يروقني ويرش دلع الوش انا بريمو